في الامتحان النهارده؟ الحمد لله النهارده الدنيا زي الفل يعني. الامتحان سهل؟ اه لا سهل ما فيش اي حاجه. سهل الحمد لله. كان كويس الحمد لله. متناول الجميع؟ متناول الجميع. الحمد لله الامتحان كان حلو. امتحان سهل في متناول الجميع؟ الامتحان كان حلو. كان كويس الحمد لله معقول يعني. الحمد لله. مادة سهلة؟ الاقتصاد تمام كان كويس، هي الإحصاء بس اللي كانت شديدة شوية. المراقبة كويس؟ الحمد لله الحمد لله نجحنا الحمد لله. لا نجحنا الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله كان الإحصاء حلوة والاقتصاد برضه كان حلو كده. كويس الحمد لله، كان في مستوى الطالب يعني متوسط، مش ولا صعب ولا سهل. الامتحان حلو في الإحصاء والاقتصاد الاثنين حلوين. كان الاقتصاد كان حلو الحمد لله، بس هم في الإحصاء بس غفلونا شوية. اللي هو كان امتحان تقيل كده، ما حدش عارف يحل حاجات غير حاجات بسيطة من نص الامتحان مثلا، لكن الاقتصاد كان ماشي حاله الحمد لله. الامتحان كويس بس هو أصلا ملوش لازمة، حتى لو امتحنت كويس أو حلو ملوش لازمة. صح. رأيك في النهارده في الامتحان؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، الامتحان كويس ماشي، بس هو شد شوية عن امبارح، بس هو في الآخر ما بيضافش للمجموع. بس. والامتحان كويس وكل حاجه، بس حرام ان هم يعني يضغطونا الضغط ده كله على ماده في الاخر احنا ما بنذاكرهاش طول السنه غير ليله الامتحان، فهي اصلا ملهاش لازمه. يعني الاقتصاد اصلا ملوش لازمه، ليه تجيب لنا امتحان زي اقتصاد مليان كده؟ انت المفروض تجيب اللي هي على طول مباشره، اسئله مباشره، ليه انت جايب الاسئله لفه وعامله؟ ده اقتصاد، انت المفروض تراعي ظروف ان في مثلا طلبه في علمي في ادبي في دراسات في جغرافيا في كيمياء في مش ماسكين غير المواد دي. بس لكن النهارده في الامتحان ايه؟ الامتحان كان حلو يعني حقيقة ربنا، يعني هو مش لازم المبالغه منه جامد قوي ديت يعني. بس حقيقة ربنا الامتحان هو ملهاش ماده ملهاش لازمه. تحبي تقولي النهارده لوزاره التربيه والتعليم؟ احب اقول كفايه الاقتصاد على بتوع ادب بتوع ادبي والاحصاء بتوع علمي، ما ينفعش المادتين هم اصلا كده كده بره المجموع، فليه ده ليه نزود على الولاد يعني؟ احنا نزود عليهم ليه؟ ما اعرفش ايه الامتحان، هم بيشتكوا من اللجان بس ما اعرفش من اللجان، لان هي الماده اصلا ما اتفتحتش خالص، لان هي ماده مش متضافه للمجموع، فمحدش ذاكرها لا خالص. ما هو ده بقى العيب، انت حطيت لي ماده ما بتضافش للمجموع وعايزني في وسط ثانويه عامه، لازمتها ايه وتنزلني دلوقتي ليه؟ يا ابني